تشوف شي واش تقولش دابا كتشوف باش عندك اصاحبي ماشي كاع هذا مش هذا اصاحبي اش 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 يا زلمه تخاف سباريت سباريت هاي 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 معنا هذا شكرا يا ها ايش هيك شحال في رايت يا دوي زيد اه شحال زيد عندي صافي يا يعني يا يا صايلة ويا جايلة حلا وحلا بيك يا نحلا ويا صايلة صودي بين النهر والزهر وخدود الزين الله احمد يوما يا والله ما نعرف فين حطيتو هنايا العقل نتاع مع الشيطان الحرام يا عمتي مصيبه هادي هنايا السلام عليكم يوما وعليكم السلام اش تما عاوتاني تيلي 5000 حتى يجي خي يتنعش والو يتنعش مخي قال لي تاكل شي حاجه هنايا يتنعش ما نعطيك شي انا اللي يرضى عليك يا راح ازود لي شي وايدك اللي يرضى عليك صافي تنسي وصافي كل مكان اول فم حرام اول فم أجل أيما الحبيبة سلقوني أيما غيما يا ولاد الحرام أنتم شاهدين عيب الله هوا سلقني هوا سلقني في راس ماليا أويلي أنا استخبرتنا أويلي البراشي سلقوني أنا يوما يسرقوا البرا ولا حتى درت خنبابة الدروس ديالو أنا وبلاتي عليك يا ولد الحرام بلاتي وبلاتي عليك بلاتي يا سلام على السلامة الله يسلمك صباح عليك تسلمك صافي تسلمك انا بعدا عيني الله يلا عيني الله يلا فكرتي خاوي ديالك خاص اقصي انا خاوي اخو احمد يا هو احمد البارح تعدوا عليا خاوي هو واخا نكون معاه طويل ولا خا تعدوا عليا خاوي ضربوني خاوي بهدلوني كامل اخا شي منظر هذا خا والله ماما تخيل اكثر اخا الدراري كامل نعتوا ليه كيكون مع اخا نقولوا له حاجه واش دار لك شي حاجه اخا داو لي التليفون وضربوني اخا شو خاوي ديكي ما تويش كل شيء اخا صافي الخال انا نجيب لك مساج صافي ولا عاد ساعه انا نجي انا نجيب لك مساج هادي شي خدمه انا مش عارف خطك كسره زعما داك تشكاولك بان اول مره ما تشكاولي عبد الله لا فهمك مزدون لا كان صرف عليه كان خدم عليه اللي كيبغي كنشري له ما فهمت حتى شي حاجه والله ما فهمت شي حاجه دابا صافي نتا على هادشي هذا والله قولي داك الشيء اللي كنتي غتقول لي والله الا كانت صح شكرا سي صافي خاتميدو يا خاوة خاوة أكبر خاوة تعدى علي الخاوة اللي سنسلك سباغي نبيعها مش خاوة ديالي عاوة؟ آه الخاوة تكرفزوا علي هو حد خانة يعطيكم معها هذا الشيء صافي الخاوة مسحة فيها أنا خاوة صافي الله تنشي بها لك الخاوة مسحة فيه صافي أنا أجيب لك ديالك الخاوة صافي أنا خلت أنا أطر شي دابا دعسي تدابا شنو عامل لي حق لك صلاحي تشب رسقص الله يهدي دابا يعوضها اش يوقف لي رحم بابك وقف كملا ايوه والله لا رحم بابك وقسم بالله العلي العظيم
راجل وما رفتش عليا علي اخك. اش عنده اطفال؟ حتى نطرطق الباب الحصاير ديالو يا ناس. الله يا يوما بالله تعليك وهي فهمنا يوما اش اللي كاين بالله تعليك. ايوا ما وكنت كرفتو تما يوما واش اللي كنت نعمل له؟ لا شنو يقال؟ يسرقني في رزقي. واش خايسرقك؟ سرقني عباد الله الشهود عندي هنايا حتى لهنايا. يسرقني في رزقي يا عباد الله. قال لي اجي عندي خاي قال لي اعطيني الفلوس. قلت له ما كاين شي تنعش. قال لي اعطيني المكنة. قال لي اعطيني توني هنا. اعطيته التون هرب لي من السلعة. صافي ايوا مسحها فيا انا نجيب لك ديالك ايوا انا نخلص لك ديالك. شنو هاد الشيء هذا؟ واش كيوما يتحقر يا عباد الله؟ واسمح لي ايوا مسحها فيا انا نجيب لك ديالك. يا عودو بالدم شتا راجل. انا نجيب لك ديالك ايوا. استغفر الله العظيم زعما نعرفو يا الله بس ديالك اخوادي راه صح طلقني بس كان تفتش على مولا الخوان ديالو اش خد ولا خاو لا ما خدام ولا تخدم معايا تخدم معاك اخا قول لي النمره ديالك غدا من عيطك اجي نتو شي صاحبك واخا ها النمرة ديالي اخا اجي اجي اخا شكرا لك يا محمد الله يعزك شنو هذا؟ شنو المنظر ديالك لهنا اللي جا كيتشكي علي منك اليوم؟ ديت الخانة التليفون ديت الخانة السلسلة مشيتي عندي وما كتديرو الباقة ديالو كيفاش قضية ديالك تما؟ لا دابا كنت ماشي نتلاقى العائلة يا قلت له خلي لي السلسلة مو التليفون قلت له خلي لي التليفون بغيت نتصور مع العائلة يا لا أنا حقك والله حتى حقك تما حقك شوف هذا بحال هكا نتا جوني تجول اقسم بالله ونرجع للدار وما نجبرك شي غتكون هضر يا اخي انا كنقول لك شوف حالك نتا شوف حالك نتا صافي المسا مصيبه دابا انا والله لا مصيبه اقسم
كيف تخلي لنا دقيقة ما عرفش فين مشي هل كي تاعي يا خا الله يا خاو خلي لك دقيقة تركين عليني لك السحر واش فيها دابا خصنا نتحركوا عندي خير في 10 ونص شي نمشيو للجنة يا خصنا شي موطو ندبروه عليك الدبس معايا يوسف السيلي يا شنو عندو ما تيستا معانا صح جا خاوة واش هاد يوسف غيدير الموطور ولا شنو يوسف خاوة كنقولو أي حاجة كيجاوب عليك تسنى اللي عندك مع بحضرتينا صافي دابا غير سكت وجيت سقات الكلاس علينا زيان كان عارف دلوك دا دي سنة موت الخام نحتاج نقضي وبيع وحمسي دو الصح بعد عادي ما خام الله إلي جواتيني عاد كنت أتحاك سنة موت الخام صافي سير أخي شني فهمتي هاتجي لا ما تعطاش وصافي لا 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 عندي كيف أنا جواتي فرد أتفر يلا
زيان تعطلت عليك ياك هو مع الطريق وصاف ما سمعت سمعت ايوا مع الطريق مع الطريق انا ما نعرف مين يجي الخدمه تاعنا هنا و انت باقي ما وصلتيش دابا كيف بداو السيناريو هذا كيفاش عندهم زعما داير تمارا تمارا باللي تمارا بالنهار الله يلاه شي حاجه بصح فكرتيني ما حددناش فين هاد الخطوبه واه انت كتشوفني كنتقاتل الليل والنهار على الله ما وصل شي حاجه ان شاء الله الزين ديال قريب ان شاء الله غادي نديرو داكشي ديالنا ان شاء الله يا ها تشوف ما ضروري انا نشوف خصنا ما كرهتي دابا دابا الخطوبه ديالنا ولا يسالكم انا اه احنا اللي باقي فين ما حيتين ربي ما حيتين خدم ما حيتين ليلة كتينا احنا اللي باقي فيها ونعرف مين جاب دابا الموطو ما يكون كاولا خلالو شي صاحب هذاك واحد من الشيطان دابا هذاك غيكري الموطو ما وداه شي واحد دابا سرقوه ولا ما نعرفش لا 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 دابا يا صاحبي طيب الله مصيبة حق الله الله يحمكم يا دابا انت من بالك والو دابا عيال واش قصد الله خير حميدو هكا ما صافي اخي السعد الله يعزك الخير الله يحميك
الحمد لله. الحمد لله بخليك. يا ما تحبوا. سلام. وفاي شحال ما تلاقينا ما كتعيط ما كتسقسين والله العظيم غير خدمة حق الله وهاديك خدمة كتديو الناس ديالهم وكتبيعو في الغابة هاديك ماشي خدمة وما كاينش الخدمة هنا يعني ما مبقاش ما كان اللي كنقول له خدم اللي كيقول لي لا والو ما عندي ما نعمل هادي هي الحال حط قفا الو فين حات وهذا مسائل كلشي ياك وصافي انا ماشي تلاقيتي العائله صافي لا ياك شنو لي عندي شغل عاوتاني لك شغل عاود ايوا ما عندي ما نعمل يلا بحال ما ديك الساعه نصوني عليك قد ايش وخلين ديك الساعه نصوني لا هاي كنت سنك دايما هيدا هاي وين مع الطريق هو دايما تينا مع الطريق دايما عندك مشكلة دي فترة ها مالي مالي ولو عادي شنو مالي كنت سنك من الصباح وانا كنت سنك هيدا بام مغرب كزدان ويلا تينا مشا انا شديت الحانوت هادي نص ساعة باش شديت الحانوت واه ماشي موعد دايما ما سالش كزدان عادي تينا بهاد الطريقة كنضر عادي كاين حتى شي حاجة لا تما شي حاجه لا ما كاينه شي حاجه مخصص بديت وصاف المشاكل طلعوا لي فراسي انا هادشي هذا حق الله طلع لي فراسي هادشي هذا واش اللي تما انا خصني نعرف حتى انا واو ودك خايع واش اللي كاين تما وانا كنقول لك ما عاد ماشي دايما كتقول لي لا ما تما والو واش اللي كنقول لك راه مشاكل عاد تينا كتزيدني كتعطل عليا عاود راه مصيبه عاود راه قال لك البارح عاود شافوا وراك في الموطور باش البارح مشيت في الموطور شنو قلتي لي تينا غير يكون شي صاحب خلاه له هو البارح جا عندي خانا بلي قال لي راه خاك راه شفتو كيعطي شي واحد شي سخره وكيعطيه فلوس ايوا دابا يلا دابا شو العاده دابا في نص جا دابا السخره فلوس والموطور ايوا دابا ماشي مشكله نجيب له الحال الحال ديك العائله يا امي الحبسه يا اما مقابر انا هادشي اللي كيبان لي ما كيبانليش كاين الحال مع هاد خانا هادو صافي دابا بلا ما تعصب راسك اي حاجه عندها الحال ديالها والله ما نعرف حيرت مع ما خليت ما عملت مع كنخدم عليه ما خليت ما عملت مع ما فهمتيني ودابا خصك تسلك وصافي ما عندك ما تعمل دابا خصك الصغير بالدار دائما كيطلع عايد اغلبيه كيطلع عايد خصك تبعو معاه بحق راه راجا راه بقى عليا الحمل كامل راه راه با مات ماما ماتت بقى لي هو راه الحمل كامل بقى عليا راه ما حيتي راسي ما حيتي ليلو ما حيتي انت شي واحد ودابا صافي ما تبغيش تبالي ما عندك مثلا شنو عندي انا بس اسمي ما عندي انا مشاكل غالي مشاكل شي واد تعرفني ما كنعرف انا قلت على رزق شي
انا خايف من خلينا الخاوة عندك يعمل لنا شي حاجه صح هذوك الناس اللي شفتي مرخه مشينا عندهم معاهم شي ملعب هذوك الخاوة راه العصابه راه ماشي خدامين مع شي واحد عندي خضر اديبنا حنايا اديب العائله ديالنا راه معاهم شي ملعب هذوك الخاوة انك خافت صاحبي رزقنا الدين اش ما تعرفش شنو يعملوا لنا قطعونا راسنا هذه العياقه ديالنا في الاخر خافت توقد معنا والله ما نعرف اخي حميد انا ما مرتاحش من هادشي الخاوة لا العاد لا نعرف اخو ما نرتاحش لا تشي ولا تشي شي حاجه ولا شي تكاس خايفين على راسنا صح راحني ولا خايف يا هو خايف يا عايش يا وش خليني عايش ولا تزوج انا عندي تزوج خليني عايش تاعي انت يا عايش صح شي حاجه قلنا لك ما خايف فيها صح ايه خليهم صح كنا كنخاف ما نخرجوش للزنقه يا اخي كاين صافي صافي هذه الساعه اللي فيها خير خبر مشي نديك عندك صافي ديك الساعه نجي عندك صافي عندك الجو لا السلام عليكم فين وصلتوا يلا انا كنستناكم يلا لا لا كنا لي لا 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 دري هضره حتى ما تعاودش لا حتى ما تعاودش فرق عليك يلا صاحبنا فين هو؟ كنشوفو صافي من دابا صافي يلا يلا سير Okay.
شنو يا اخويا؟ اعطيني ارتاح من عندك انت؟ ضرب معايا يا صاحبي فين هو خالي؟ خو اخاك تخطب. كيفاش تخطب ولاش تخطب؟ خدمنا مع شي دراري الغابط وكلينا فلوس الغابط. لا اسد لا قاص عايز فهم نهضر معاك نيت ما نهضر معاك دابا الدراري واش كتعرفهم واش ما كتعرفهمش؟ صافي يا خويا بلا فيك يكونوا كنعرف كل شيء. صافي كيكونوا وصافي يلاه فهمنا.
شفت واحد نقاشة مزيونة مشيت لعندها نشوف اش كتخدم وشوف النهار فوقاش وحدة درت حراك ياك واه معاه وكا نهضر معاه لا ما سمعتكش اش عندك مصيبة مصيبة عام والله إلا لا مصيبة بخير خير اش عندو عام نشوفوا شي حاجه شي حال ضروري نجبروا شي حال انا عندي واحد خطه في راسي ماشي ما عنديش ويلا قولي شنو هي ما خصناش ندخلك في هادشي ودابا دابا حنايا واحد دابا حنايا واحد ولا ماشي واحد واحد هو صافي قول لي شي حاجه نعملها نعملها زيد دابا تبعتهم عرفت فين كيمشي وعرفت فين كيجي المهم عرفت عليهم كلشي واهم حاجه اللي عرفت عليهم هي بان هذيك خانيت لي من ديال الباترون نسوانش سلاي اللي كيعجبوا العائلات وكيعجبوا المشكله دابا انا خصني الخطه اللي في بال ديالي اللي نقدر ندخل بها هي خصني شي عائله تجيب لي داك هو انا لا بغيتي نخلي راسك بعيد على هادشي علاش يا معاذ والله الا لا خلي راسك بعيد دابا واخا تحال خايف تما واضح حنا نعملوا شي خطه اذا مزيونه واش نطيحوا هذا خلصيش ندخلك في هاد المشاكل هادو واش من مشاكل ما كاينو مشاكل حنايا واحد حنايا انا وياك واحد ما كاينه بو مشاكل دابا يقول لي شنو نعمل ولا نعمل خصني شي وحده ولاتي هنا فهمتك قول لي شنو نعمل خصني الخطه نعملو بان تجيب النمره ديالو وتخرج معاه باش انا نصوركم هو عنده الخطيبه ديالو خصني نمشي نوريها في فيديو بان راه كيخونا وبان هذا وصافي انا نعمل هذه ما فيها حتى شي حاجه بصح والله الا صافي اللي حسبها عليا انا صافي في الدار صافي انا غدا خصك تكون عندي ضروري وبغيت واحد تلقى على نصونينك خصي تحت الكاش شكرا غزالة مع راسك خلي اسمية راجع قصة سعيدة نشوف صافي الحمد لله انا تعطلت علاش والله الا ماما الصباح هي كتصوني عليا القضيه تغني كتجي عندي كتبغي بشي علاش انا قلت لهم الصباح والتليفون ما كيصوني لي لا حشومه انت عارف ماما هي الاولى المهم خذ راحتك راحتك هي الاولى شكرا المهم يلا تصبر لا هي انا ما داك الساعه صوني عليا خطيبة حمزة شكون تينا دار معاك واحد الطلبه بغيتي نوريك واحد الحاجه شنو توريني نوريك واحد الحاجه تينا ما غاديش لا لا كندار معاك دابا بصح لا لا كندار معاك بصح نوريك واحد فيديو شوفو تينا حك ديال اش هاد الفيديو خطيب ديالك حمزة اش عنده شوف فيديو تينا زعما اش عنده وريني ما ديرش اكثر من دقيقه ديال المكالمات شوف بلا ما نضيع وقتي مع التفاهات معاك اجي نقول لك ما غاتندمش شوف فيديو ما غاتندمش شوف التليفون في يدك تيلا شوفو ما غاتندمش
هادشي هذا ما راك خاطر ديالي ولا ماشي ديالك؟ الخطيبه ديالي، شكون هذا؟ هذيك الخطيبه ديالي. شنو؟ هذيك اللي مع الخطيبه ديالي. كيف ما كيضحك عليك راه كيضحك عليا حتى. شنو قلت لك على نورك الفيديو؟ منين جبتي هادشي هذا؟ منين جبتي هادشي هذا؟ انا شكيت في الخطيبه ديالي بانها كتخون. قلت والله حتى نتبعها باش نتعرف. سمعت سمعنا كنجيب ربي بالصح والصوت. وشنو اللي يخليني نثقب عليها هادشي هذا؟ شنو اللي يخليك تثق؟ هو غيجيب لك هاد العائله ديال الخطيبه ديالي، هو غيجيبها لعندكم حتى من الدار، وغيدخلها لعندك ويقول لك بان هاد العائله راه خدامه معاك. وما عرفت هادشي هذا؟ ها؟ انا متاكد من هادشي هذا. غنخلي لك النمره ديالي. يا لو وقعت شي حاجه عيط، وانا متاكد بانه غيوقع. شنو يخليني نثق بك تاني؟ ايه خليك تثق بيا. اول حاجه وريتك الفيديو، وثاني حاجه راهي غتجي عندك حتى للدار. هذه الحاجه اللي غتطبع عليك بانني راه كنهضر بصح. غنخلي لك النمره ديالي، انت اللي غتاكد بيا. واخا كتب لي. موعد غنتسنى العيطه ديالك حيت عارفك غتعيط لي. شرفي. اوكي سلام. سلام. نعمل واحد شنو خلكم رايت الساعة غندخل معاكم نشوش دو راسكم؟ كيش كوي راكوتسيرو كيتيرو ديو را دوبيو نتروالو مي سولوسيون سينو يداي كولا كاتسيرو. خلكم رايت ديك خانة هو نتاحت، إلا ما جابش يسخر في 24 ساعة غيموت. اتفقنا؟ اتفقنا. غندار ديك فيديو. مزيان جبرتك بوحديتك، ما بقيتش كنقدر نلحقك بوحدك. هضرتي منين كتسمعك؟ خصنا نضرب بزاف الحاجات حمزة. دابا انا عمري ما عملتي لي هذا الخاتم، وانا اللور اللور وغير معاكم، وما كاينش. واش انا محياتي ما غاديش نبنيها؟ انا 100 مره كنقول لك ما تهضرش معايا في هذا الموضوع. اسمعني يا حمزه، سواء انا عييت واش ما كتفهمش شنو هي انا عييت؟ معاقل سخره ومشاكل، ما تهضرش معايا في هذا الموضوع. ما تجيش معاقل معاك هيدا حمزه. انا كنقول لك ما تفوتش عليا. عرفني بالأنسة. راجع خدامة معانا. شنو يخليني نثقب عليها هادشي هذا؟ شنو اللي يخليك تثقب؟ هو غيجيب لك هاد العائلة ديال الخطيبة ديالي، هو غيجيبها لعندكم حتى من الدار، وغيدخلها لعندك ويقول لك بأن هاد العائلة راه خدامة معاك. قريبة؟ قريبة. أوكي، أنا غادي نمشي نشم الهواء ونمشي. وراسك.
شنو اللي خليني نثق بلي هادشي هذا هو؟ شنو اللي خليك تثق؟ هو غيجيب لك هاد العائله ديال هاد الخطيب ديالي، هو غيجيبها لعندك حتى للدار وغيدخلها لعندك ويقول لك بان العائله راه خدامه معاك. الو الو معاذ لاباس؟ انا ساميه خطيبة حمزه. عرفتيني معاذ؟ كان عندك صاحبك شي اللي قلتي كامل، دابا عاد جات معاه صاحبتك انتينا. انا شفتو معايا، انا ما عرفتش كيفاش قدر يغدرني بعد هاد 5 سنين هادي. واخا معاد انا شو قدر نعاونك في اي حاجه، قول لي اللي بغيتي نعملو نعملو. طبعا غنتقم من معاه جوج. قول لي شنو بغيتي نعمل. اها صافي واخا انا موجده، كون هاني. لا لا ما غاديش نغدر. لا صافي واخا تسنى دابا تشوف شنو نعمل لك سي حمزه. منظرة تقتنعتي بالهضر ديالي ولا تقتنعتيش؟ ثقتي؟ شفتي كلشي بعينك؟ الصراحة مجبرت ما نقول والله إلا هاد السنين اللي دوزت معاه كاملة ضيعتها في حياتي وصافي، ما ظنيتو شي مرة يعمل هيدا. واش ما تقولش باش كان كيكذب عليك ولا شي حاجة؟ أنا الصراحة وأنا بالدرارة اللي وقع لك وقع، راه كيف ما تينا وقع لك هو معايا، إذا كان وقع لي معايا آخر عيد. تينا رمضان نيتاش غيسمي لي هادشي كامل، راه الصدمة اللي تينا مصدومة راه تانا مصدوم فيها. أنا شنو دابا؟ خاصك تكون معايا نتاقمو؟ خاصك تنتاقم ولا ما خاصكش تنتاقم؟ طبعا غنتاقم منه كيما أداني عن أده وبنفس الطريقة. نتاقمو؟ معايا؟ متفقين. اتفقنا؟ متفقين. ودابا شنو مطلوب مني؟ مطلوب منك ويه اللي مطلوب منك ويه هادي يعني كاين واحد الغبره ديال الناس. يا هادي غتعملوا لهم في العصر النهار اللي غنكون دخلنا عندكم الدار، خصني تعملوا لهم في العصر باش ينعسوا وغتعاود تفتح لي الباب. ما فهمتش، ولكن اش دخل الغبره بالعصر في النعاس فيهم بجوج؟ فهمت منك والو. واحد الحاجه باقي ما قلتها لكش. شنو هي؟ هي دابا في ديك الدار اللي كتكون تينا معاهم فيها راه تخايم خطفت تما. خاك ما عرفت واش تكون عارفه ولا ما عارفاش، واش شفتي ولا لا؟ عارفه مخطوف واحد ولكن على السخره. و هو هذاك خي عندك خي يعني الانسان دابا مع هادشي كامل انا ما كتهمنيش يا راجل، انا اللي كتهمني هي خصني ندخل خصني نجبد خي. دابا هادشي هذا اللي عطيتك النهار اللي غنكون داخل مرخي خصني نتمنو ما يتشادا في العصر باش ينعسو وندخل انا نجبد خي. في سيد متفقين انا هادشي هذا نعاونك فيه. عرفتي علاش؟ غير حيتاش غنتاقم حمزه على هداك الشيء اللي يعمل لي وهاد السنوات اللي ضيعوا مني بحياتي وصافي. اما انا ما نعاونكش في هادشي صافي. يعني دابا عاد تنتاقمتي انا حمزه انا نرجع خي. متفقين؟ متفقين. عاود عليك؟ عاود. واحد الحاجه، اي حاجه كدور تما في الدار اي خبر خصك توصلو باش نكون انا عارف اي حاجه تما. صافي؟ يلا نعاود عليك. سلام. بيناتنا التليف. سلامة.
الو موعد، كيفتينا؟ لاباس بخير موعد. عندي ليك واحد الخبر ما غيعجبك شي مره موعد. خاك راه ما عرفت ما جبت لك، يقولوا الا ما جبتي شي سخره ولا فلوس راه غيقتلوه. ما جبرت كيفاش نعمل موعد، راه ما عندي حتى شي حل وما عندي كيفاش ناجلوا هادشي هذا. وعادك الباترون ديالنا راه سافر مشى لايطاليا موعد، انت ما كتعرفهمش راه ما غاديش يعتقوه. ما عرفاش باش نقدر نعاونك دابا حيت هادشي هذا مزروب وباقي 4 ساعات. ما بقالكش الوقت موعد، يا اما غتجي يا اما يقتلوا خاك. اها اها واش نعملوا لهم تما؟ ولكن حدا راسك موعد، هادشي هذا ما معاه شي اللعب، سينا راه ما كتعرفهمش. فهمتك، حدي على راسك مزيانه موعد. صافي انا دابا غنهبط، يلا سلام. ما عارفين شنو عندكم، غتروح دابا ما تعاود. صافي الله يجعل البركة. تما صلاة الرئيس. يا خلصناكم كاملين في الكريم وان شاء الله بلصنا ان شاء الله. المهم انا من تحت شوفوا سيدي صافي الله يحفظك.
راح حادثه في سينا اوجد راسك هذه الساعه باقي لنا 4 ساعات والله ما عرفتش راسك كان عايز ما كتجاوبنيش ما عرفتش انا باقي في الخدمه ما قادرش مرات كان عايز راسك ما كتجاوبنيش ما عرفتش انا لو كان عامل مع الساعه ما كلش ما وجد راسك انا هو ديالك صافي نازل معايا داك بروش خرج منه هادشي كامل انت انا قاعد تشوف دابا شنو نتمنى شنو نتمنى ما عرفتش نمشي نجيبو عارف هاد الناس اللي عنده هو We'll be right back.
لما جبتيش الصخرة من دابا ساعد المقا انا مراسخة كتموت دابا ساعد المقا انا في الغابة امسي يلا شني معمول دابا حمزة؟ تينا شبرا مزيان متخليها شي تهضر متحركش لما جبتيش الصخرة من دابا ساعد المقا انا غتموت غنشوفو حبيبتي القلب ديالك شنو غادي نكمل سمعون بحال اللي تفاهموا شنو لعبتي فحالك من هنا حاتم يدور من هنا وبحال اللي تفاهم بحال ولا نمشي عندو بوحدي صافي يلا ها هو اجي يا سلام الله يعطيك السلامة والهضرة ضروري نسمع شي اللي كيعجبك على الأمانة ديالك سمية شبر من عندي اجي سمية شبر من عندي سمية شبر عندي الأمانة شي شغل ديالنا اجي سمية شبر اي قصاصي تعايا قلب روش تعايا طلق سام يوم تحطش عليها يدك طلق انت رجال طلق لك سام طلق حمزة انقتله طلق سام يا
بدا من عندك. طلاق حمزة شفتي يا راجل حمزة عرخي ونقد بعض يسطا عرخي ونقد بعض يلا يلا واحد زيد جوج ثلاثة يلا سمي شنو هادشي هذا هو الخير ديالي إذا بغيتي ترامي رامي أنا نضربها ترامي أنا سمي بعد أنضرب ضرب ضرب أصاحبي يلا بعد وضرب بعد لا 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 عارف لا لا لك لا 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 ما عارفهاش شنية يا راجع ماشي مع حمزة كيفاش ماشي مع حمزة فهمتي راجع ماشي مع حمزة راجع انا وياه كنا متفقين شنو انا وياه كنا متفقين باش نرجع اخي انا كدبت عليك في الاول قلت لك انا راجع ولكن حاجه وحده اللي ما كدبتش عليك فيها هي راه فكيتك من حمزة حسيتك بصح ما كانش غادي يصلح لك اذا انتينا كذاب ماشي كذاب يعني تينا استغليتيني وصافي ماشي استغليتك هذيك فيها المصلحه ديالي وفيها المصلحه ديالك راه اصلا راه حمزة تينا بيدك راه شتها راه مدخلين في المافيا وما كانش غيصلح لك وتينا الشي راه رجاء مجرد ما صيفط له رجاء هضر معاه شبر النمره بداو كيهضروا مع بعض بيتسو ودابا فين يا رجاء؟ رجاء هاد الغايبه اللي ما كتجاوبش مستحيل ماشي عاديه وقع شي حاجه حيت حمزه فاش دخلنا الدار ما جبرتش انا حمزه في الدار ما كاينش في الدار هضرتي تينا مع حمزه في التليفون؟ عيط لي وقال لي غدا غنصرف لك واحد اللوكاليزاسيون تجي دغيا ضروري ما فهمت والو حيت هو اصلا ما شاكش انني عنده ما تقدرش يشك فيا انا بصح راه فيها راه كاينه شي حاجه تما حيت انا قلت لك راجع هاد الغيبه هادي ماشي طبيعي الا ودا وقع شي حاجه وانا كنظن 100% مع حمزه ودابا شنو نعملو نطلب منك حاجه وحده حتى نعرف فراه وقفتي معايا وكذبت عليك نطلب منك حاجه وحده شنو هي؟ هي غدا من طلاقة حمزة تأكد لي واش رجاء معاه خصني تعاون ولكن هو اللي كان خاطف رجاء يعني اللي جينا نفكروا غادي يعيط لكم هو باقي ما عيطليش ولكن هو كيف فكر في شي حاجة باش يعيط لي راه كيف فكر شنو غادي حمزة أنا كنعرفو ما يدوز حتى شي حاجة بالساهل مالي كنقول باش انا طلبت هذا ماشي ولكن انا ما نقدرش غدا نعيط لكم ونهضر معاكم حيت هو غيكون شابر لي التليفون ولا حاديني ولكن ما عرفتش شنو غادي نعمل المهم غدا نشوف كيف نعاونكم وصافي انا من المستحيل تعاوني انا قلت لك انا راه ماشي كذبت عليك لا شي حاجه راه كذبت عليك راه شي حاجه في المصلحه ديالك راه تنسي كلشي باين انت بديك راه تاكد راه غدا تشوف كلشي باين طلع كتبغي راجع ايه؟ الخطيبة ديالي شنو نقول لك؟ صافي الله يخليكم بعديتكم انا غنحاول غدا نعاونكم ان شاء الله صافي مسامحة ما قلت لك مسامحة ماشي كنت تسوي كل شي حاجة سلام صافي بيوتنا غدا التليفون ان شاء الله انا لا سمعتي شي حاجة ولا دير رد عليا في التليفون باش معاك صافي صافي شكرا بزاف سلام